برضه كابتن بلال، انا من اصحاب المبدأ اللي بيقول لك ايه، اللي يخطئ لازم يتحاسب. مش هنا، مش هنا، امال فين؟ لا لا يعني انا دلوقتي، طب ما نتكلم، انا هتكلم بصراحه لان دي حاجه مضايقاني من قبل الماتش، بس ما كنتش عايز اتكلم فيها لان عشان ما حدش يقول لي ايه مبررات. لا ما تكلمش مبررات، احنا كلنا كده قايلين النادي الاهلي ما كانش النهارده في حالته، كان في اخطاء فنيه واخطاء من الجهاز الفني ادت للخساره. ما بنتكلمش على الموضوع ده خالص، ولكن لما يبقى في مسؤول في اتحاد الكوره هقول اسمه، وليد العطار، جاله الجواب حاطه في الدرج من غير ما يبلغ. هو اعترف ان هو استلم الجواب، حلو قوي. من ساعه ما اعترف ما استلم الجواب وحطه في الدرج، حد حاسبه؟ هو فين وليد العطار ده؟ اتحاد الكوره. بس خلاص. لا. بس خلاص. حد حاسبه على الخطا ده؟ بقول لك يعني هو فين؟ حد حاسبه على الخطا الاداري ده؟ هو فين دلوقتي يا كابتن؟ اتحاد الكوره. طيب خلاص. يعني ايه؟ يعني عدت يا كابتن. ايه اللي عدت يا كابتن؟ ايه يا كابتن؟ الراجل موجود في الاتحاد اهو. ايه يا كابتن؟ موجود في الاتحاد اهو. يعني هو لو حد حاسبه كان هيبقى موجود؟ يا كابتن ما هو انا بسالك سؤال، لو حد حاسبه كان هيبقى موجود؟ لا. طب خلاص. ولا هو ولا رئيسه. طيب خلاص ما انا بقى يعني ولا هو ولا رئيسه. ما هي خلصانه كده. ما المفروض الناس اللي بتخطئ دي في اتحاد الكوره، بلاش في اتحاد الكوره، في اي مؤسسه رياضيه. انا سعيد اسالك سؤال. مع احترامي للدوري العام كابتن هنتكلم عليه كتير يعني، هو انت الدوري العام بتاعك ده دوري عام يعني محترم يعني؟ ما هو منظم بشكل كويس؟ ما هو استنى بس، ده انت كل ده انت لو اتحاد الكوره طول الماتشات يا بتشتكي من الحكام، يا بتشتكي من التنظيم، يا بتشتكي من التأجيل، يا بتشتكي من المواعيد. يا كابتن انت مش عارف تنظم دوري عام. ماشي، هيقول لك مش انا دربتك، مالناش دعوه دلوقتي دي. انت شغلك اصلا يا كابتن، شغلك اصلا مش شغال كويس. يعني انت دلوقتي راجل اخطا. طيب بلاش كده، الرابطه لسه ماسكه السنه دي، الرابطه دي ماسكه من 100 سنه، ما لسه السنه دي ماسكه الرابطه السنه دي. انت عندك منتخب اخد حاجه؟ لا. هو المنتخب ده تبع الرابطه؟ منتخبات تبع الرابطه؟ لا لا ما تكلمش تبع الرابطه، انا بتكلم على نقطه، بتكلم على حاجه يا كابتن بلال من صميم. يا كابتن بص، نعم يعني احنا قدامنا 100 سنه عشان نبقى معرفش احنا شغالين سمك لبن. طب ما نشتغل صح. ما تشتغل انت بتقول انا كابتن، انت بتقول انا اشتغل صح. ما احنا بنقول احنا نشتغل صح، امال امتى هنشتغل صح؟ لما تختار صح ناس تدير. هو مين اللي بيختار؟ ساعتها تشتغل صح. مين اللي بيختار؟ انت مين، شوف مين اللي بيختار بقى يا كابتن. شفت الاختيار بيتم ازاي اصلا؟ عايز تقول يا كابتن؟ لا ولا حاجه. هو المختار مش انا بسالك سؤال، هو الاختيارات دي مش بتتم في الفنادق، بتعمل كده حفله كده لطيفه بيختاروا فيها؟ لا من قبلها كمان، من قبلها. مش بيعملوا كده يا كابتن؟ بيجيبوا يوم كده يعزموا فيه. ماشي يا كابتن. يعزموا فيه رؤساء الانديه، رؤساء مجلس اداره الانديه. كابتن بلال ما عنديش اعتراض، وجم وبيتوهم. ماشي بس تشوف شغلك، شوف شغلك صح. لما واحد يخطئ، هو انت جيت صح عشان تشوف شغلك صح يا سيدي؟ انت جيت، جيت ازاي؟ هو انت بتفهم في الكوره؟ جيت بباراشوت، جيت باي طريقه، بس جيت وقعدت في الكرسي، وقعدت في المنصب دوت. واحد عندك اخطا خطا اداري، اصل هي عدت كده يعني، حتى مفيش حد اتكلم يعني، حد لا يعني يقول لك ايه ده انا خدت الجواب وحطيته في الدرج. يعني ايه انت عايز؟ يعني ايه انت عايز العنوان اللي يتقال في مصر؟ بحاربوا الاهلي علشان ناجح، وفي المغرب بيساعدوا الوداد عشان ينجح. وصلت؟ وصلت. بس في مصر بحاربوا الاهلي علشان ناجح، ماشي، وفي المغرب بيساعدوا الوداد عشان ينجح. هو ده ملخص القصه.